جميعا. يا ليت تطلعنا اكثر استاذ صلاح خورشيد على هذا الموضوع من دخول ابناء البدو من حمله احصاء 65. يعني ما في شك، انا هي بالبدايه اود انه يعني ابارك الخطوه اللي قام فيها معي النائب، معي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. نعم. فيما يتعلق في موضوع يعني اجتماع امس مع الاخوه القياديين في وزاره الدفاع ورئاسه الاركان في يعني سماح للاخوه المقيمين بصوره غير قانونيه اللي هم الاخوه البدون، بالذات فيما يعني يتعلق في حمله احصاء 65 وايضا ابناء شهداء من قدم نفسه شهيدا لهذا الوطن، كذلك راح يشملهم هذا الامر، بالاضافه الى ايضا من هم يعني يعملون في السلك العسكري. وانا الامانه يعني لما اتكلم عن هذا الجنسيه انا اكون يعني مقل فيما يتعلق بدعم هذه يعني التوجهات اللي جت من اخ معي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بل بالعكس انا اروح للابعد، انا اقول يا ليت من اخ وناشد الاخ وزير الدفاع انه يكون في هناك ايضا مهنيين موجودين، والمهنيين منهم السواق ومنهم الكهربائيين ومنهم الميكانيك اللي قد يمكن يكون جندي مهني. انا اعتقد ان دخول يعني ابناء هذه الفئه في الجانب مو فقط العسكري، المهني ايضا مطلوب. احنا اليوم قاعد يعني نعالج مشكله، احنا قاعد اليوم نقول ان نحتاج الى يعني تعديل التركيبه السكانيه الموجوده في المجتمع، وبالتالي هؤلاء موجودين في ارض الوطن، فيهم من ضحى في سبيل الوطن، فيهم من قدم الكثير للوطن. نعم. وبالتالي علينا ان نساهم مساهمه ايضا تكون جاده، يعني خطوه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قبول ابنائه البدون يعني خطوه مميزه، وايضا يعني نتمنى خطوات اخرى من الوزارات الاخرى فيما يتعلق بدخول ابناء هذه الفئه، ان كانوا في خلال يعني من خلال التدريس او من خلال التطبيق او من خلال التمريض او ايضا من خلال يعني اللي تكون على يعني امور تتعلق في باقي الوزارات الاخرى، ايضا يعني او يعني اناشد الاخ وزير الداخليه في هذا الجانب، يعني انا اؤكد ان هذه مشكله ليست مشكله يعني وليده اليوم، ولكن تحتاج الى تضافر الجهود. ما قام به الاخ محمد الخالد وزير الدفاع خطوه مميزه نشد على ايده، واحنا نؤكد ان ندعم هذا النفس، ندعم هذا التوجه، لما يعني نشعر انهم بالنهايه ابناء هذا الوطن، من ترعرع، من ولد، من يعني ضحى لاجل هذا الوطن من ابناء هذا الفئه اللي قد منهم ناس فئه مظلومه يعني ظلمت في هذا الامر. استاذ صلاح، استاذ صلاح، هل اليوم احنا نقدر نفرحهم الحين نقول لهم ان شاء الله الامور منحله؟ نبشرهم يعني خير؟ اكيد اكيد، يعني اكيد انا اكد لك اياها ان هذه الخطوه اللي قام فيها معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع هي خطوه جاده مؤكده، وانا اعتقد في هناك توجيه من قبل يعني وزير الدفاع الى رئيس الاركان والاخوه القياديين في وزاره الدفاع على قبول ابناء هؤلاء من يحمل 65، من قدم يعني شهيد لهذا الوطن، من ايضا تكون والدته كويتيه، انا اعتقد ان 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 هذا امر اصبح يعني في حكم المنتهي، بل بالعكس انا اناشد ان يكون يعني الاخوان البدون اللي ايضا ما عندهم احنا خلينا نستعين فيهم بدل ما نستعين في اخرين من خارج الكويت. ان شاء الله هذه بشره خير، ان شاء الله احنا يوم نبشرهم عبر برنامج على السيف، ونقول لكم ما قصرتوا، والنائب صلاح خورشيد نشكرك على هذه المداخله.